السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة ديدو صامودي. حنا ان شاء الله غنتكلموا على واحد الشائعة خاطئة تربية الأرانب، وفي الحقيقة كيخاف منها كل مربي أرانب. هذه الشائعة في الحقيقة وهي المعدنوس. شحال من واحد كيقول أن المعدنوس كيقتل الأرانب. إذن أول حاجة أن هذه الشائعة في الحقيقة خاطئة، يعني غادي نشرحوا علاش وغادي نشرحوا سمو هي الفوائد ديال المعدنوس. اول حاجه ان ماشي المعدنوس اللي كيقتل الارانب، راه في الحقيقه اللي كيقتل الارانب هو القزبر. ان حنايا هنايا في المنطقه يعني الشرقيه او في الحقيقه في المغرب كله كيتباع المعدنوس مع القزبر، يعني كيقولوا القزبر والمعدنوس. كاين واحد الفرق بيناتهم، شحال من واحد كيمشي كيغلط كيقول او كيكونوا كيتخلطوا، لانه هما صعيب باش كتفرق بيناتهم. كاين واحد الفرق بيناتهم ما بين القزبر وما بين المعدنوس. اذا شحال واحد كيوقع في هذا الخطا. اما الفوائد ديال المعدنوس، هو في الحقيقه القزبر هو اللي تخافوا منه ماشي المعدنوس. اما المعدنوس فراه له فوائد متعدده، ونهضروا على الانثى ونهضروا حتى على الذكر. نهضروا دابا على الانثى، يعني سمو هما الفوائد ديال المعدنوس على الانثى. المعدنوس كيدر الحليب، يعني كيزيد لها في الحليب في الايامات اللي كتكون كترضع، كيزيد لها في الحليب بواحد الشكل يعني مهول، واحد الشكل رهيب اللي ما كتصوروش. ولكن هاد المعدنوس ممكن اننا نقدموه بواحد ما نكثروش فيه، وممكن اننا قبطه واحده راه كافيه ان نعطيوها، او ممكن اننا نقسموها كاع، تقسمها يعني هاد النهار تعطيها نص قبطه. حنا قبطه هي الربطه، واحد الربطه ديال المعدنوس، ممكن ان تعطي غير النص، يعني بالنسبه للعشاء اللي عاد حامله، ممكن اننا نبقاو نساعدوها بالقبطه ديال المعدنوس قبل بيومين، قبل ما تولد بيومين نبقاو نعطيوها مثلا النص هذا النهار والنص الغد ليه، وبحال الغد النهار الثالث غادي تولد، كنساعدوها باش 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 الحليب كيكثر عندها. اما عاوتاني ملي كتولد باسبوع عاوتاني ممكن اننا نعطيوها واحد قبطه واحده، راها كتزيد لها في الحليب. ماشي نبقاو نقولوا نسمعوا المعدنوس ونبقاو نعطيوها بواحد الكميات، ونبقاو نشريو المعدنوس ونعطيو 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 وهو ما كيتعطاش، يعني كارم. المعدنوس خصو يتعطى كما هو، يعني خضر، ولا عطيتيه كما هو خضر بواحد النسب بزاف غادي يسبب الاسهال. هذه راه معروفه، يعني هذيك الساعه راه كتعطيوها نبات اخضر. قلنا هو ما كيتكرم في الشمس، كيتعطى هكاك، وهو في الحقيقه يحل محل نبات التفاف اللي كنا سبقنا وهضرنا عليه في حلقات سابقه. غير هو الفرق بيناتهم ان يعني ما بين الفرق عفوا ما بين التفاف والمعدنوس، وهو ان التفاف ممكن اننا نعطيه بواحد كميات كبيره وما ياثر ما كياثر سلبيا على 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 الارنبه العشار او المرضعه او حتى الصغار قبل الفطام، ممكن اننا نعطيهم وما نخافوش عليهم. اما بالنسبه للمعدنوس اذا بقينا كنعطيه بواحد الكميات كبيره راه كينقلب سلبا في تربيه الارانب. هذا الشيء بالنسبه للانثى، يعني اعطاء المعدنوس للانثى. دابا ننتقلوا للذكر. الذكر ممكن حتى هو نعطيوه المعدنوس، لان سمو هو سمو كيدير للذكر، هو كيأثر ايجابيا 100% على الذكر، فهو يكثر كيكثر بشكل كبير في الحيوانات المنويه، وكيساهم في الفحوله ديال الذكر، يعني كيردوا يعني ذكر فحل كيولي مزيان من ناحيه الخصوبه. ونقطه بغيت نهضر عليها اخيره، وهي هذا المعدنوس راه ممكن ان تل الانسان يستعمله. كيفاش؟ ماشي غادي ناكلوه هكاك، ولكن كنشدوه وكنقوموا بالغلي ديالو، وكان نشفوه من يعني من هذاك الماء ديالو، وهذاك الماء كنشربوه
وراه كيرخي الجهاز الهضمي أولا، وكيعالج الكثير من الأمراض المعدية والهضمية. إذا المعدنوس احنا عطينا يعني كيفاش كيفاش نتعاملوا معاه، كيفاش نعطيوه للأرانب ديالنا، وفي نفس الوقت الخطأ الناس اللي واقعين فيه كيقولوا أن المعدنوس يقتل، ماشي المعدنوس اللي كيقتل، راه القزبر هو اللي كيقتل. فعلا القزبر راه خطر بالنسبة يعني حتى المعدنوس إلا مشيت تبغي تعطيه وكنخلط مع القزبر، إلا مشات غير شي وريقات راه كيأثر على الأرانب. إذا الحلقة ديالنا راه سالات، مبروك واشركم، كما كتشوفوا راه كاين الصوت ديال الخرفان، راه قريب غدا ان شاء الله غادي يكون العيد ان شاء الله. مبروك واشركم، الله يدخلوا عليكم بالصحه والراحه ان شاء الله، وباش كتمنوا ان شاء الله. تكيو على زر الجام، تكيو على زر الجرس، كيصل لكم الجديد ديالي ان شاء الله. الى اللقاء في الحلقه المقبله.